التصحر ظاهرة طبيعية تهدد الأمن الغذائي القومي العربي والإفريقي. التغيرات المناخية ودورها في زيادة هذا الخطر. هل يمكن للبحث العلمي التغلب على هذه الظاهرة؟ معظم قرى صعيد مصر تعاني الفقر بسبب ظاهرة التصحر. اليوم نتابع معكم فعاليات المؤتمر الثامن لمواجهة خطر التصحر بالتعاون مع الدول الأفرو أسيوية من داخل مركز بحوث الصحراء منارة العلم المصرية التي تواجه هذا الخطر داخل مصر وفي البلدان العربية. أهلا بكم. مركز بحوث الصحراء بيرحب طبعا بالقناة الزراعية وبرحب بحضرتك وبرحب بكل السادة المشاهدين، وبنوضح للسادة المشاهدين ان ظاهرة التصحر المتفاقمة هي ظاهرة انا بعتبرها ظاهرة امن قومي، لان طبعا احنا عايشين على 5% فقط من اجمالي المساحة اللي هي 1,000,000 كيلومتر مربع، بينما 95% من اجمالي هذه المساحة هي صحراء جرداء. المشكلة دلوقتي ان احنا العدد كمان بيزيد، احنا تعددنا من 85 الى 90 مليون نسمة، بحلول 2050 زي ما الاحصائيات بتقول وبتتوقع قد نصل الى 150 مليون نسمة، ولا بد من اعادة النظر في توزيع السكان، لان هناك خللا واضحا في ديموغرافية توزيع السكان. عندنا مناطق في الدلتا بتبقى مثلا مشمولة بحوالي 1670 فرد للكيلومتر المربع، بينما هناك مساحات في سيناء على سبيل المثال تجد الكيلومتر المربع الواحد فيه 2 أو 3 أفراد فقط لغير. يبقى لابد من التخطيط ان احنا نوزع او ننقل من 40 الى 50 مليون نسمة بحلول 2050 الى المناطق الصحراوية، والا المشاكل هتتفاقم. وبعدين مشكلة الزيادة السكانية الرهيبة دي بتأثر حتى على المنتاليتي، على سلوكيات الناس، على احتياجاتهم، على طبائعهم، على عملهم، على اهدافهم، على طريقة تفكيرهم. ولذلك الدورة او هذه الندوة المهمة اللي هي بتقام للعام الثامن على التوالي بتدرس اسباب التصحر، كيف يمكن علاجه، وبعدين بناخد الوفود المشاركة اللي هم من 8 دول. عندنا من الاردن، عندنا من سريلانكا، عندنا من السودان، عندنا من بنجلاديش، من باكستان. بنبدأ نتبادل الخبرات لانهم طبعا اصحاب مشاكل زي ما احنا عندنا مشاكل، وبعدين بنبدأ نشوف الدول ده عملت ايه لتقليل الحد الخطر على من ظاهرة التصحر، ثم نندفع سويا في جولات تدريبية وحقلية لمحطات البحوث التابعة للمركز لنري هؤلاء ماذا صنعنا في تقليل خطر التصحر وماذا سنصنع في المستقبل إن شاء الله. سؤال إجابته هاخدها من حضرتك أوجهها للحكومة المسؤولة عن مصر اليوم، هل إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة والتوسع في المشروعات الزراعية داخل الصحراء يكافح أو يقاوم التصحر؟ طبعا ده يعني بدون شك. ما احنا سيادتك دلوقتي على فكره المشكله لا تقع على عاتق وزاره واحده تماما، وزاره الزراعه، وزاره الاسكان، وزاره التموين، كل هذه الوزارات لازم تتكاتف ويبقى لها برنامج موحد وتتولى الحكومه هذا الموضوع، الحد من ظاهره التصحر. لان احنا عندنا دلوقتي مشاكل كمان دخل في الموضوع التغيرات المناخيه، التغيرات المناخيه بدات تظهر وهي لاصقه ايضا بهذه المشكله الفظيعه، ولذلك لابد وزاره الموارد المائيه، وزارة الزراعة، وزارة التموين، وزارة الإسكان، لازم الكل يعمل. ولذلك احنا عندنا حتى مشروع جميل جدا اسمه مشروع كرة منتجة. كرة منتجة ازاي؟ بنعمله مع معهد بحوث الإسكان، ان انا هنشئ قرى في المناطق الصحراوية، في مناطق الظهير الصحراوي، وبعد كده هبدأ أطبق نتائج البحوث والدراسات اللي احنا توصلنا إليها في هذه القرى. أيضا الصناعات الحرفية، صناعات الألبان، صناعات الجلود، الصوف، السجاد، الكليم، حفر الآبار، هقدر عندي دراسات جاهزة دلوقتي ممكن أديها لأي مستثمر، أقول له المنطقة دي هتستثمر فيها هتلاقي فيها مية ولا لا، بدل ما يروح مثلا ويتعب نفسه ويصرف ملايين الجنيهات والآخر ما يلاقيش مية. ولذلك أنا بقول للناس نرجع لبيوت الخبرة الموجودة التابعة للوزارة الوزارات المعنية لتقليل أو لإحداث تنمية مستدامة حقيقية، وإلا هنظل نلف في فلك أو في يعني في فلك، وبعدين الآخر ما احنا عشان نتوصل لنتيجة ثم تتعاقب حكومات متعاقبة على هذه الحكومة ونبدأ من أول وجديد. وكله لابد وأن يكون لنا رؤية واضحة تستمر وتمتد لأجيال عديدة، خلاص لمئة سنة قادمة. اللي بيخطط المفروض ما يخططش لتحت رجله، بل يخطط للمستقبل على أساس ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا جميعا وهيسأل كل مسؤول هو عمل إيه للبلد.
هذه الدورة هي بتقام للعام الثامن على التوالي المنظمة الأفر بالتعاون مع المنظمة الأفرآسيوية للتنمية الريفية. هذه المنظمة اعتبرت مركز بحوث الصحراء هو مركز دائم أو مركز تميز في مجال التصحر، وبتقام هذه الدورة سنويا زي ما قلت لحضرتك للعام الثامن على التوالي في هذا المركز. أهداف هذه الدورة هو تدريب المشاركين من الدول، بعض المشاركين من الدول الأفريقية والأسيوية على وسائل مكافحة التصحر، وده موضوع هام جدا. نمرة اثنين هي حقيقة بالنسبة لنا احنا كمركز بحوث الصحراء هي بتقع في أهم أهدافه اللي هو تنمية القدرات البشرية والمؤسسية بشكل عام، وخاصة في المواضيع اللي احنا بنهتم فيها مثل أو أحد المواضيع هي موضوع مكافحة التصحر. بصفة هذا المركز برضو هو نقطة اتصال الوطنية للاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر. فالمشاركين في هذه الدول مجموعة كانوا 9، للأسف اعتذر دولتين. احنا عندنا مشاركين من نيجيريا ومن الهند، ومن الدول العربية عندنا المغرب والأردن والسودان والعمان، وطبعا بالإضافة لمشاركين من مصر. فالحمد لله الدورة غنية بالمشاركين وبالمادة العلمية اللي هتلقى عليهم. بنقضي هذه الفترة النهاردة في محاضرات إن شاء الله هنا في المركز، وبعدين هنطلع على محافظة مطروح بنوريهم بعض الأمثلة لمظاهر التصحر وكيفية معالجتها والظروف اللي هي موجودة هناك، بحيث ان برضو كطبيعتنا احنا كمركز علمي تطبيقي بنتعامل مع هذه الظروف ونوريهم هناك ايه الأنشطة اللي موجودة في هذا الصدد. حضرتك عالم من علماء مركز بحوث الصحراء وتعلم جيدا مشكلة التصحر في مصر، هل الجهود الحالية من جانب الحكومة عموما وليست مركز بحوث الصحراء فقط كافية لمقاومة هذه الظاهرة او التعامل معها، لانها ظاهرة طبيعية تتحقق على أرض الواقع وأمر واقع يجب أن نتعامل معه بطريقة علمية؟ النهاردة بالنسبة للإجراءات لما نيجي نعرف كلمة تصحر في حد ذاتها هي متأثرة بحاجتين أساسيين، هي تغيرات في الأحوال المناخية، ثانيا بفعل الأنشطة البشرية. المشكلة هنا في الأنشطة البشرية. على سبيل المثال ويمكن حاليا معالي الوزير بيبذل جهود مضنية في عملية الزحف على الأراضي الزراعية، وهي دي مشكلة كبيرة جدا تؤدي لتصحر مناطق غنية جدا مستحيل تعويضها. الأراضي الزراعية القديمة دي مناطق مستحيل، خاصة بتتأثر برضو بمواضيع الملوحة وانجراف التربة سواء بالرياح أو بالهواء، بالإضافة لمناطق الاستصلاح برضو، وهو دي مناطق مهمة جدا متأثرة برضو بمظاهر التصحر. إذن هنا لازم عملية وعي قبل ما عملية الحكومة أو نتكلم بالنسبة للحكومة أو أي جهة تنفيذية. الجهة التنفيذية بتاخد إجراءات لمنع هذا الكلام وبترصد وبتحط العلاج، لكن في المقام الأول هو الممارسات البشرية على الأراضي. يجب أنهم تزيد التوعية في هذا الإطار، يجب مفهوم التصحر يصل لكل الناس بحيث يعرفوا إيه المخاطر على المستقبل. إحنا بنتكلم على النهاردة وعلى المستقبل، وهو ده النقطة اللي بنتكلم على مصر بتاعت بكرة. دي مهمة جدا لأولادنا وأحفادنا ولاستمرارية هذا الوطن العظيم إن شاء الله. الحقيقة اليوم ده يعني يوم جميل جدا، والتصحر زي ما معروف في شمال أفريقيا يعني زي ما مشكلة عامة يعني بكل الدول. فالسودان كان يعني حريص إنه يشارك في هذه الدورة، ونسبة يعني تفاقم المشكلة في السودان، زحف الصحراوي و قطع الجاي للغابات، ده كله يعني سبب في تفاقم مشكلة التصحر.
وإن شاء الله يعني تكون بيناتنا معاملات ويعني تداخلات ونمشي نحكسه في السودان هناك ما نأخذه من هنا نمشي نحكسه في السودان إن شاء الله. دلوقتي ما بين الحكومات هل الوعي موجود لدى الشعوب أو لدى المواطن في السودان خصوصا؟ الوعي موجود والناس دار تحاول تكافح هذه المشكلة بأي طريقة، حتى المواطنين العاديين يعني حاسين بهذه المشكلة، وإن شاء الله يعني نرجع نحاول بقدر الإمكان نساهم في دحر هذه. النهارده انت موجود معنا في مصر، ولما ترجع السودان تقول ايه عن الامن في مصر وعن طبيعه التعامل مع الشعب المصري؟ مصر بلد جميله وناسها طيبين وحلوين، واصلا يعني مصر والسودان ما بيختلفوا من بعض من قديم الزمان يعني. احنا بصراحة هون اليوم يسعدنا ان نشارك في هالورشة هاي التدريبية على موضوع التصحر، كونه احنا بالنسبة ان هاي المشكلة بصراحة صارت تؤرقنا كثير، والارتفاعها يعني بالنسبة للأردن تختلف شوي عن الدول، كون انه الأردن نسبة التصحر عالية فيها جدا، تصل الى 81% من مساحة الأرض كاملة، هاي مشكلة كبيرة مش سهلة. فإحنا يعني الفكرة أنه يسعدنا أنه نطلع على أي تجربة كانت، والتجربة المصرية رائدة جدا في الموضوع بالذات أنه في مركز بحوث الصحراء، فأكيد هذا الموضوع يعني تعامل الحكومة في الأردن مع مشكلة التصحر، وهل هناك معاهد بحثية مثل مركز بحوث الصحراء اللي عندنا هنا في مصر؟ إحنا للأسف الشديد أنه ما عندنا مركز متخصص في مواضيع التصحر، إلا أنه إحنا في عنا حلول إحنا بنستند فيها كتجارب، نأخذها كتجارب من دول خارجية ومن دول زي خلينا نحكي زي مصر، كونه إلها باع طويل في هالموضوع. إحنا معاناتنا الأساسية اللي هي كان عنا نقص المياه، الأمطار عنا قليلة جدا، الأمطار الموسمية والحصاد المائي قليل جدا، فهاي سببت أنه عنا خطورة، لأنه إضافة فوق ال 81% هاي انه يصير عندنا 16% من نسبة الارض برضو مهددة بانه يشملها التصحر. فاحنا اي تجربة بنحترمها وناخذ فيها ونشوف شو مدى انه امكانية تطبيقها عندنا لمكافحة هذا الموضوع. هل نوعية التعامل مع المشكلة في الأردن أو الحلول المقترحة مثل إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة أو تحلية مياه البحار أو إنشاء زراعات محمية للأرض، كيف تتعامل الأردن مع هذه المشكلة؟ احنا يعني هسه من يعني الحاجه المائيه حاجه ماسه، احنا قاعدين بنعالجها بالسدود، وحاليا في مشروع قاعدين نطلقه في الاردن اللي هو مشروع الربط بين البحر الميت والبحر الاحمر، وهذا من هذا متوقعين بانه يغطي اكثر من 10% من الحاجه المائيه للاردن، وهذا اكيد راح ينعكس على الزراعه، كونه عندنا الزراعه برضه للاسف الشديد انه بتغطيش 3% من الناتج المحلي في الأردن، المجموع الناتج المحلي لأنه إحنا الأساس المشكلة الأساس اللي هي النقص والشح بالمياه بشكل كبير مش قليل. المشروع ده هو يعني في يشمل حوالي 20 دولة في منطقة الساحل والصحراء اللي هي الدول المطلة على الصحراء الكبرى في إفريقيا. أهم أحد المشاكل الأساسية إن الأراضي الخصبة اللي هي منتجة بيجي لها سفي رمال، سفي الرمال ده بيجي من الصحراء الغربية من عدة مناطق مختلفة، ده بيؤدي إلى ضعف الإنتاجية بنحو 25-35% من الانتاجيه القصوى. فده لو سيادتك عرفت ان احنا عندنا في مصر كل اراضي الصعيد من الفيوم حتى اسوان في حوالي 1.8 مليون، يعني 1.8 مليون فدان مصابه بهذه الاضرار، بتيجي سفي رمال من الصحراء الغربيه.
فالفكرة المشروع هو حماية الأراضي المنتجة. بنحميها ازاي بقى سعادة الباشا؟ احنا جبنا صور أقمار صناعية نعرف اتجاهات لحركة الكثبان الرملية، حركة الرمال السافية الرمال، جبنا يعني بيانات مناخية عبر 30 سنة فاتت، عرفنا بالضبط ايه هي اتجاهات الرياح، معدلات الريح المختلفة في المناطق المختلفة. بنعمل بقى أسوار نباتية لحماية الأراضي المنتجة يعني بتصميمات مختلفة تتناسب مع سرعة الريح، نوعية البيئة الموجودة، وأيضا إيه هي الأراضي التي نحميها، هل هي أشجار مثمرة، هل هي محاصيل عادية تقليدية إلى آخره. فيعني هذا الموضوع ممكن جدا أن يؤدي إلى بلا مبالغة إلى زيادة الإنتاجية في مصر بمليار جنيه مصري سنويا. فدي الفكرة الأساسية. بالإضافة إلى هذا طبعا إحنا لابد أن نشرك الإخوة المزارعين المتأثرين بهذه الظاهرة لكي يتفهموها، لكي يساعدوا في إنشاء هذه المناطق المحمية، وأيضا لكي يحافظوا عليها في المستقبل عشان ما بعد ما ينتهي المشروع يستمر الحماية بطريقة ممتازة. برضو احنا بنعمل سيرفي أو حصر للنواحي الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء المزارعين، حتى لما يتم الحماية وتتم رفع الانتاجية يبقى هنعرف بالضبط ما هو المعدل الذي أفاد هؤلاء الناس، لأن هو ده الهدف الرئيسي من العملية وليست عملية يعني عملية علمية وخلاص. نعم. فيعني مكافحة الفقر أيضا من الحاجات الغريبة أن سيادتك من الأربع محافظات اللي احنا بنشتغل فيها اللي هي الفيوم والمنيا وإن شاء الله بعد كده أسيوط وسوهاج تعتبر من أكثر المحافظات في مصر من معدل الفقر، يعني ده شيء مؤسف. يعني الأربع محافظات دول تمثل 33% من عدد الفقر في جمهورية مصر كلها. فإذا إحنا يعني الهدف بتاعنا إذا برضو مكافحة الفقر ده، لأن الارتباط الوثيق بين تدهور الأراضي وبين الفقر معروف عالميا. وعندما نستطيع أن إحنا ندي بيانات إيجابية إن شاء الله في القريب العاجل سيكون أدينا يعني خدمة لهذا الوطن. احنا النهارده في يعتبر في احتفال دولي عالمي بتحتضنه مصر، وهو البرنامج التدريبي الثامن عن التصحر مع الافرو ايشن او المنظمه الافرو اسيويه هنا في جمهوريه مصر العربيه. طبعا كل الزملاء اتكلموا على التصحر ومشاكله وتدهور التربه اللاند ديجراديشن وكل هذه الامور. احنا اصبحنا الان خلاصه هذا الامر، احنا ملتزمين النهارده بالتعامل مع هذه الاتفاقيه وتطبيق كل البنود. اهم حاجه الناشونال اكشن بروجرام او الخطه القوميه لمكافحه التصحر واحنا ملتزمين بها، ثم موأمة هذه الخطة مع الاستراتيجية العشرية التي أقرتها السكرتارية العالمية لمكافحة التصحر. كل هذه الأمور إحنا ملتزمين بها النهاردة. فإحنا النهاردة بقى مع هذا التدريب ومع هذه الخطوات المتقدمة أنا ملتزم النهاردة بتنفيذ الاتفاقية، بتنفيذ اللي هو تطبيق هذه الاتفاقية وإزاي أقيس التقدم في هذا التطبيق. مش إن أنا بقول أنا نفذت كذا وما عملتش كذا، لا، ده لازم يبقى عندي بنش مارك أو جدول زمني بيبتدي من زيرو ليفل وأبتدي أمشي وأقيس عليه أنا نفذت دي ما نفذتش دي، طبقت دي ما طبقتش دي، وأقيس هذا الكلام وأقدمه للسكرتيرية العالمية. وكل هذا مع نوعية جديدة من الريبورتينج، التقارير، مش أي تقارير بتتعمل، لا، ده بتبقى تقارير النهاردة نازلة في صورة إلكترونية وتشتغل عليها وتحط كل الخصائص التي تمت وكل الخطوات التي تمت لتنفيذ هذه الاتفاقية سنة بسنة بإذن الله.
شعبة البيئة وزراعة المناطق الجافة تعتبر كلية أو جامعة، لأنها تعتبر فيها تخصصات مختلفة بتخدم بعضها بعضها بعض البعض. يعني عندنا تخصصات في قسم الأصول الوراثية، وهذا القسم يهتم بتجميع الأصول الوراثية، مصادر الأصول الوراثية المنتشرة في الصحاري المصرية، والتي ممكن تكون تتحمل الجفاف وتتحمل الملوحة. وفي عندنا قسم للكثبان الرملية، ويهتم بإدارة الكثبان الرملية والحد من مخاطرها على تدهور البيئة المصرية. وفي قسم البيئة والمراعي الطبيعية، وهذا القسم يهتم بزراعة المراعي الطبيعية وتنميتها حتى تكون مناسبة للإنتاج الحيواني الأمثل في ظروف المناطق الصحراوية التي تمثل أكثر من 96% من مساحة مصر. كذلك في عندنا قسم بيخدم كل هذه الأقسام، هو قسم وقاية النبات، وهو قسم يهتم بدراسة الأمراض والحشرات والآفات المختلفة التي تؤثر على إنتاجية المحاصيل المختلفة المنتشرة، وكذلك على النباتات البرية الموجودة في الصحاري المصرية، بالإضافة إلى قسم الإنتاج النباتي الذي يحتوي على كثير من التخصصات، مثل محاصيل الخضر والفاكهة والبساتين والزينة التي يهتم بها المزارع المصري، وتعمل على زيادة إنتاجيتها وإنتاج أصناف جديدة متحملة للملوحة والجفاف، والتي تصلح في المناطق الجافة. كذلك عندنا قسم من أقسام المركز، هو قسم النباتات الطبية والعطرية، وهذا القسم يهتم بدراسة النباتات البرية المنتشرة التي تحمل صفات أو نقول عوامل تساعد على علاج كثير من الأمراض الإنسان والحيوان وأمراض النبات من مصادر الطبيعية بتاعتها، النباتات الطبية المنتشرة في صحاري المصرية وفي كل مكان.